يعطيكم العافية، معكم رشا شماجي حال طب أسنان وامتياز هلا من الجامعة الأردنية. إن شاء الله اليوم رح نكمل محاضراتنا من سلسلة شرح مادة البروستو أودنتيك، رح نكون بمحاضرة رقم 2. محاضرتنا اليوم رح تتحدث بشكل عن بعض الأناتومي الموجودات في تم المريض اللي بتساعده من يلبس الطقم، وبتساعدنا إحنا لما نأخذ الطبعات بعض اللاند ماركس المو بتفيدنا وبنعرف مهمة كل واحدة فيهم. هلأ زي ما حكينا بمحاضرتنا المرة الماضية إنه الطقم الأسنان إله أسطح، وهدول عبارة عن 3 أسطح كتير مهمات ورح يفيدونا. أول سطح هو الفيتنج سيرفيس اللي تحدثنا عنه المرة الماضية. الفيتنج سيرفيس أول إشي بينقسم لإسمين، بيكون في عنا اسم بنسميه الستريس بيرينج أور سبورتينج إيريا. شو يعني؟ يعني المكان اللي رح أخلي الطقم يرتكز ويعتمد عليها، إنه بتعطي للطقم دعامة أكتر. وهاي الستركشر ذات كان وديستاند أوكلوزال لود بتتحمل الضغط وأي قوة بيجي عليها. وعندنا مناطق البيريفرال أو الليميتنج إيريا بنسميها، ليش؟ لأن هي المكان اللي رح تحدد لي وين الطقم لازم ينتهي، تمام؟ يعني هي to produce a success denture you have to know where to start and end، وين ببلش الطقم وين لازم ينتهي. فالفيتنج سيرفيس حكينا ورجيناكم الصورة الماضية وين بيكون الفيتنج سيرفيس. الفيتنج سيرفيس هذا السطح لما الطقم يقعد في تم المريض، مش بيقعد على أشياء موجودة في تمه زي العظم وهاي الأشياء. هاي المناطق بنقسمها لشغلتين، الستريس بيرينج إيريا أو بنسميها سبورتينج إيريا، وللبيريفرال أو الليميتينج إيريا. الشغلة الثانية حكينا عن الأوكلوزل كمان سيرفيس اللي هي المناطق اللي هون بيكون بين الأسنان فيها إطباق، والبولوس سيرفيس اللي هي اللي بتيجي مواج بيكون، خلينا نورجيكم اياها بلون تاني الأزرق اللي هون، بتكون مقابل للسان الشيكس الهاي أمور. هلأ الإدنتيلس ماوت زي ما حكينا فياتها number of landmark anatomical landmark، هدول اللاند مارك كتير رح يساعدونا بلا بعدين، إنه بورجونا مثلا أنا بقدر أحدد من خلالهم إنه وين والله لازم يبلش الطقم وين لازم ينتهي. موجودات بجميع تم البيشنت، وبيخلينا طبعا بيكون شيء أماكنهم مختلفة من مريض لمريض لأنه بيكون حسب الشخص نفسه. هلأ حكينا إحنا الفيتنج سيرفيس إله نوعين، سبورتينج اريا وليميتنج اريا. السبورتنج اريا هي المناطق اللي بتدعم للطقم، من هاي الاشياء اللي هي العظم الموجودات في تم المريض. هلا احنا العظم هو شيء قوي اول اشي، واكيد لما يقعد عليه الدنشر ويكون عندي عظم كافي لما يقعد عليه الطقم رح يكون بعطيه ركازة اكتر. فاحنا بنعرف كمان انه العظم بيكون عليه ميوكوزا وصب ميوكوزا اللي هو زي التشو، وهاي الميوكوزا بتكون ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نوعها، ممكن تكون كيراتينايزد او نون كيراتينايزد، تمام. هلا الميوكوزا اللي بتكون مغطي الهارد بلت والريزيديوال ريج بتكون عباره بنسميها ماسكيتال كيراتينايزد ميوكوزا. ليش سميناها هيك؟ بسبب انها تابعه للماسكيتال سيستم تاعنا اللي بيكون فيها المصل وبيكون في عندنا التشو. هلأ أما اللي بيكونوا مغطين لنا باقي الأشياء زي السلكس وهاي الأمور بتكون نان كيراتينايز. ريزيديوال حكينا ريتش هو البون that resorbed after tooth extraction. هلأ إحنا بيكون في عنا زي، خليني أرسم لكم إياها، بيكون عنا هاي السن وبيكون قاعد السن في عظم، صح؟ لما يروح هذا السن احنا نخلعه بضل عنا بس العظم. هذا العظم شوي بصير له ريزورت، ليه؟ لان السن انشال منه فبصير فياته امتصاص شوية، تمام. فهذا الجزء اللي بضل من العظم بنسميه ريزيديوال ريدج، ورح يقعد بيكون عليه طقم الاسنان. فاحنا بنحكي اذا اشياء بتعطينا سبورت ستراكشر، اول واحدة كان فيها البون. الشغلة الثانية الثيكنس تاعت الصب ميوكوزا الموجودة على البون اللي بتغطيها، ليه؟ لأنه كل ما كان في عنا صب ميوكوزا يعني التيشو ثيك وعم بتغطينا البون كويس، كل ما كان في عنا بيتر سبورت.
أما كل ما كانت لوز وثين ما عندنا كتير صبي ميكوزا، كل ما صار في عندنا ويك أكتر في السبورت وصار الدنشل شوي يعمل ديسبليسين، يعني شيء بيتحرك بس ببطل في إشي شوي ثابت يمسكه. هنا هذا المخطط بورجينا إنه إحنا ما يكون في عنا كثير ثين بيكون في عنا شيء تروماتيزد، يعني بيكون شيء بيصير في عنا تروما لأنه بيكون إشي ثين من هاي الميوكوزا وقاعد عليها الطقم، فبتصير إنه الطقم كتير قاعد على البون بشكل كتير قريب، فبصير في عنا زي تروما بحس المريض. أما لما يكون فريم لأتاش تبون عندي تيشو كويس، فبيكون ودي ستاند مع البرشر، بيكون يتحمل البرشر وبيكون أحسن بين الطقم والبون، بيكون في عنا صب ميكوزا كويس. أما إذا كان لوز لأتاش كمان نفس إشي ثني كتير، ممكن يصير في عنا ديسبليست وشي السبورت والستابيليتي تاع الدنشر بتصير أقل. هلأ حكينا كمان عن الشيء اسمه الستريس بيرينج اريا، والستريس بيرينج اريا هي اللي بتكون على الفيتنج سيرفيس، يعني هون حكينا هذا اللون الاحمر مش البعد عليه الدنشر بنسميها الفيتنج سيرفيس، وحكينا الفيتنج سيرفيس فيه منه نوعين، الستريس بيرينج اريا اللي هي سبورتنج اريا والبريفرال ليميتنج اريا. هلا الستريس بيرينج اريا اللي بلشنا نحكي عنها قبل شوي، بدنا نحكي انه في منها نوعين، في اشي بنحكي عنه برايمري واشي بنحكي عنه سكندري، تمام؟ هلأ ليه بنسمي اشي برايمري واشي سكندري؟ بدنا نعرف البرايمري بيعطي سبورت اكتر، ليه؟ لانه بيكون doesn't change مع الوقت، ما بيتغير، بيكون less resorption بيصير فياتها هاي المناطق، وبتكون receive الاوكلوزال force بشكل perpendicular، يعني بشكل عمودي بالضبط، فبالتالي الفورس بتكون شوي أقل لما تكون القوة مش عمودية، تكون إنها مايلة بزاوية أشياء، بتكون الفورس مش كتير بيربنديكولر، فبتكون اللود تاعها أكتر. فأي استراكشر ما بتغير مع الوقت، يعني إذا خلع المريض ولا ما خلع، كبر في العمر ولا ما كبر في العمر، ما بتتغير هذا الاستراكشر، وما بيصير فياته ريزورشن، يعني ما بيصير فياته امتصاص كتير مع العمر او مع لما يخلع المريض اسنانه هيك، وبتكون الفورس بيربنديكولار عليه، يعني كيف يعني؟ يعني بيكون هو سطح مستوي هيك فلات، ولما انا احط الدينشر وتيجي عليه اي قوة يأكل فيها البيشنت او يحرك تمه فياتها وتيجي هاي القوة عمودية على هذا الستركشر بنسميه primary stress bearing area. فهدول الثلاث خصائص كتير مهمات للprimary stress bearing area. السكندري بيكون في عنا اختلاف عنه، بيكون صار في some resolution، بيكون صار سم شينج، وبيكون الفورس مش بيربنديكولر، لهيك بنسميها سكندري ستريس بيرينج اريا، تمام؟ اذا عرفنا انه الستريس بيرينج اريا هي جزء من الفيتنج سيرفيس، اوكي، وبتنقسم لنوعين، البرايمري والسكندري. وايش الفرق بين البرايمري والسكندري؟ ثلاث نقاط. هلا توضيح، خلينا نحكي هون توضيح نقطه كتير مهمه. الطقم لما يجي على الريزيدوال ريدج، وحكينا شو هي الريزيدوال ريدج، الريزيدوال هي البون اللي ضلت عنا لما صار في عنا اكستراكشن الاسنان، رح يعمل معاه زاوية تقريبا، او حكينا قائمة او 45 درجة، تمام؟ لما يكون الجزء فلات او هوريزنتال من البلت رح يمشي مع السطح تاعه ويسند عليه بشكل كامل بعطيه جود سبورت، حكينا يعني لما يكون هيك السطح فلات او هوريزنتال ويجي الطقم يقعد عليه، تمام؟ هلا اي قوه رح تيجي عليه رح يكون اول شيء داعمه بشكل كتير ممتاز، تمام؟ ورح تكون القوه اللي بتيجي عليه رح يكون موزعه، او خلينا نحكي ما رح يقدر يحس فياتها كتير. اما يكون هذا السطح هيك مائل والدنشر هيك قاعد، فهاي الزاويه ما رح تكون 90، بالتالي اي قوه عليها رح بسرعة تأثر ويصير ممكن يعني القوة نفسها ما تتوزع بشكل صحيح على كل المناطق، تمام؟ هلا الهارد بلت، احنا حكينا انه في اشي اسمه عندنا هارد بلت، هلا بيكون عبارة عن تو بون، بيكون تو ماكزيلا والبلتاين بروسس، هدول هم الاناتوميك لاند ماركس الموجودات في البلت. البلت هيو السطح هو
احنا بنعرفه انه في عنا هارد بلت وعنا سوفت بلت. الهارد بلت هو الجزء اللي بيكون هارد صلب ما بيتحرك، بيكون عبارة عن نص مجزلة رايت ونص مجزلة ليفت، وفي عنا البلتين بروسس تمام اللي بتكون هون. هاي هي اجزاء الهارد بلت. يعني هلا الجزء الانتيرير منه التو ثيرد منه بتكون السب ميوكوزا فياتا اديبويز تيشو. اديبويز يعني بيكون فياتا فات تيشو تمام. اما الجزء اللي بيصير منه الوان ثيرد بيكون جلانديولر نوع التيشو بس يعني مش اكتر. هدول معلومات يعني خلينا نحكي هيستولوجي. هلا بهاي الصوره هون بوضح لنا الهارد بلت، بحكيك انه اول تو ثيرد منه بيكون عباره عن اديبويز تيشو، واخر تو ثيرد منه اخر وان ثيرد سوري بيكون فياته جلانديولار تيشو. هلا في عندنا كمان لاند مارك خليني اورجيكم اياهم اللي هم رح نحكيهم. في عندنا هذا الخط اللي بيجي بالنص هيك، لا بس ارسمه صح، هذا الخط اللي بيجي هيك بالنص هذا بنسميه ميديان ميديان بلتاين راف تمام. بيكون قاسم عندنا البلت للنصين، وفي عنا هاي الدويرة اللي حاطين عنها خلينا بس نمحي هاي الدويرة اللي حاطين عليها، هاي بيكون incisive babilla. انتو اكيد شفتوا من الاناتومي انه في عندكم incisive foramen اللي بيكون فياتها لما تيجي تعطوا انستيزيا خصوصا لل خلينا نحكي البلت الجنجبة للانتير تيت تعطوها عند incisive foramen فمشان هناك بيكون النيرف طالع. هاي احنا اللاند مارك بيكون مقابلها احنا مبين عنا انسايز بابيلا، تكون هيك اشي دويرة زي بابيلا طالعة، هاي بنسميها انسايز بابيلا. وفي عنا الريزيديوال ريدج اللي حكيت لكم عنه اللي هو البون المتبقي بعد ما يصار فيه عنا للاسنان اكستراكشن. هدول الثلاث لاند ماركس مهمات موجودات عنا على البلد. في عنا كمان الصورة المقابلها بتوضح لكم هون تعاملت لكم هايلايت على اريا، هاي الاريا، هاي الاريا هي الليميتنج ستراكشر يعني وين انا الدنشر لازم تاعي يخلص، يعني الدنشر تاعي هاي المسموح لهون وتكون هاي بس اخر اشي بنتهي عندها. ليه؟ لانه اذا تعدى هذا الخط اللي انا رسمته هلا بالازرق، خليني ارجع ارسم مره ثانيه، هذا الخط اذا تعدى طقم الاسنان اجى طقم الاسنان مثلا لهون، خليني أرجيكم أجا طقم الأسنان لهون، إذا أجا عند هذا الخط الأحمر أنا عندي لازم ينتهي عند الخط الأزرق. إذا انتهى عند الخط الأحمر هون كل ما المريض مثلا بده يحكي ولا بده يأكل بصير طقم يوقع. ليه؟ لأنه هاي المنطقة تعدى المنطقة المسموح له لازم وين ينتهي تمام. وممكن يصير عند المريض جاج ريفلكس يعني يصير عنده شعور إنه خلص بده يتقيأ. ليه؟ لأنه حاسس الدنشر كتير الطقم فايت كتير لجوا. هلا حكيت لكم انه محاضرتنا اناتومي وانه في لاند ماركس موجودات عندنا في جوا داخل تم المريض لازم احنا نحفظهم، بكون عماره هم مرقمين هون لمجموعه ارقام من 1 ل 14 تمام. كل رقم بحكي لكم ايش هو. خلينا مثلا نتفرج على اول رقم، اول رقم مش طالع بالصوره بس هو هون موجود تمام، او خلينا تفرجوا هذا الاشي موجود في داخل تم المريض، هاي بسميها المجزلة. اما هون على المجزلة ريدينشر يعني يقابله، مش هي عنا المجزلة لما هذا الطقم تاعي، الطقم تاعي بس يجي يقعد هي عنا هون واحد وهون عنا واحد. واحد عند المجزلة الموجودة في تم المريض بنسميها ليبيال فرينم. ليبيال فرينم بتكون نوت فيزبل اصلا مش شايفينها كتير. فرينم معناها تيشو اوكي، بتكون عندنا زي هيك خط كيف يعني انتو بس تيجوا امسكوا الاور اللي بتاعتكم ورفعوها لفوق بتحسوا في خط هيك واصل بين الاور ليب وبين الجنجبة. هذا الخط بنسميها الليبيال فرينم، بتكون عبارة عن زي لاين من التيشو. هلا بنسميها الليبيال فرينم على المجزلة على طقم المريض، يعني الدكتور ممكن يحط لك هاي الصورة وممكن يحط لكم هاي الصورة. هاي الصورة هي الاشي الموجود بيتم المريض، هاي الصورة هي الدنشر تاعك طقم الاسنان كيف بيكون عليها الاجزاء، بس رح يكونوا عبارة عن
إشي موجود في المجزلة يقابل موجود بالطقم الأسنان بس باختلاف شوي بالاسم. بنسميها عنا في المجزلة ليبيال فرينم، بس لما نيجي على الطقم هون رقم واحد بالطقم، بس خلي أنا أغير لكم ألوان الطقم. هاي رقم واحد على الطقم. حكينا في المجزلة بنسميها ليبيال فرينم، لأن فرينم يعني التيشو. على الطقم هون في المجزلة دينشن شو بنسميها؟ ليبيال نوتش. شو يعني نوتش؟ خلينا أوضح لكم إياها. نوتش يعني هيك إشي فاتح. أنا هاي الطقم تاعي وهاي نوتش، يعني إشي زي عامل حفرة. ليه؟ لأنه أنا عندي في تم المريض زي تشو خط، هذا الخط بده لما أجي ألبسه الطقم الأسنان لو أجد دينشر عليه بالضبط رح يضغط عليه هاي التشو، فبدي زي هول يمشي فياته هذا اللاين من التشو. يعني انتو تخيلوها زي هاي الهول النوتش الليبيال نوتش، تمام. وهون رح تيجي عنا الليبيال فرينم هيك خط، هاي الأبر ليب وهون الجنجيفا، والدينشر بده يعمل لها زي حفرة يمر فياتها هاي اللاين من التيشو، تمام. فأي إشي موجود عندنا في المجزلة رح يكون نفسها موجود عندنا في الدينشر بس باسم تاني. يعني أي إشي ليبيال فرينم بده يقابلها ليبيال نوتش. هون بنحكي كمان عنها ليبيال فيستيبيول رقم 2. هاي رقم 2، هاي رقم 2 بنسميها ليبيال فيستيبيول. فيستيبيول اللي هي عبارة عن هون في عنا ليبيال فرينم رقم 1، بيجي جنبها زي سوفت تيشو فلات هيك بنسميها ليبيال فيستيبيول. يقابلها اشي اسمه الليبيال فلانج. شو يعني فلانج؟ فلانج هي خط الدنشر، تمام، حدود الدنشر من جانب بنسميهم فلانج، تمام. في المجزلة عند البيشنت بنسميها بكل فرينم رقم 3. هاي رقم 3 لير فرينم. تعالوا بدي أورجيكم شكلها، تفرجوا تيجي زي خط، شوفوا هون تيجي زي خط، هيا زي خط. انتو نفس الشيء امسكوا خطكم من جنب وارفعوه لفوق، بتلاقوا في عندكم خط هيك طالع من الجنجيفا الزيت وريج رايح للشيك تاعكم، اوكي. هذا الخط بنسميه بكل. ليه بكل؟ لانه اجا على جهة البكل. هون بنسميه بهاي الجهة ورقم واحد بنسميه ليبيال لانه اجا على الليبيال، رقم ثلاث بنسميه بكل، تمام. فهذا البكل اذا من اسمه بكل فرينم عدين شرتاعه، شو رح يكون اسمه؟ رح يكون اسمه بكل نوتش. تعالوا نورجيكم شو طلع اسمه. هاي بكل نوتش. ليه؟ حكينا لازم في حفرة عشان هاي الفرينم تكون ماخذ راحتها بالحركة. ما بدنا اي اشي يكون موجود بتم المريض يكون مقابل اشي في الدنشر يضغط عليه، لا، بدنا كل اشي يكون ماخذ حريته. اي اشي واصل بين الجنجيفا والخد، اي اشي هيك زي خطوط تشو، لازم نعمل لها نوتش عشان تقدر تتحرك. لانه اذا كل ما يتحرك المريض وإشي ضغط عليه او إشي المريض رح يجيك تاني يوم من الطقم هيقول لك في عندي حاسس هاي المنطقة صارت حمراء، صار في عنده ليجن. ليه؟ لانه الطقم ضغط على هاي المنطقة. ممكن يحكي لك انه بصير يوقع يتحرك معي طقم الاسنان. ليه؟ لانه هو بالاخير بده إشي يثبت مع حركات، هو بده يستخدم الطقم مش بس استاتيك يعني اشي جمال، بده اياه للفانكشن، بس ياكل بس يحكي. فلما بده يحكي ويحرك اي مصل بداخل الفم هذا الطقم لازم يكون يعني ودي ستاند مع هاي الحركات، تمام. رقم 4 بتشبه رقم 2. رقم 2 كان اسمه ليبيال فيستيبيول، رقم 4 بس اسمها بكل فيستيبيول، تمام. على الدنشر بسمي اسمها بكل فلانج. ليه؟ فلانج من حدود الدنشر نفسها بسموها فلانج. هذا رقم 4 يعني حد الدنشر تاعها بسموها فلانج، تمام. وهيك تقريبا كل اللاند مارك. عنا كرونويد بولج رقم 5. تعال ندور على رقم 5. رقم 5 بيكون هون لتحت شوية عند الكرونويد. مش انتو في عندكم التي ام جي والمانديبل
البون تحت المانديبل فيها الكورونويد بروسس وهي الأشياء، بتيجي بتوصل لهون فبتعمل لنا زي بولج موجودة هيك عنا في المجزلة، بنسموها الكورونويد بولج، تمام؟ نوت فيزبل، هيا احنا انتم مش راح تقدر تشوفوها، تمام؟ فهدول لاند مارك، كل رقم لازم تعرفوا مكانه وشو اسمه في المجزلة وفي المجزلة ريدنشن، في تم المريض شو بنسميه وعالدنشر شو بنسميه، لأنه ممكن في الامتحان أو في اللاب الدكتور يجيب لك طائم أسنان ويقول لك شو اسم هاي المنطقة، بحدد لك هو عليها أرقام، يقول لك رقم 6 شو اسمها، هون اسمها residual ridge، تمام؟ عند البيشنت رقم 6 بنسميها residual alveolar ridge، تمام؟ لما بجيب لك صورة كمان عن مجزلة في تم المريض، بصير عين لك أرقام وإنكم بتحكوا شو أسمائهم، فهي عبارة عن لاند مارك أناتومي، أنتوا لازم تحفظوهم، كتير مهمات، ولازم تعرفوا على المجزلة وعلى المجزلة ريدينشر، تمام؟ جوة تم المريض شو بنسميهم وعالدينشر نفسه شو بنسميهم، وهم تقريبا بيكونوا مترافقات. يعني ما قلنا فرينم زي تيشو أكيد يقابلها نوتش، تمام؟ فيستبيول يقابلها فلانج على الدينشن، فهي نفس الفكرة بس مسميات تانية. هلأ في عندنا شغلة أنا حطت لكم إياها هون في البوكس بنسميها البوستيرير بلاتل سيل ريجن، خليني أورجيكم إياها، موجودة عندنا هون، هاي المنطقة لازم أكبر، بس بدي أكبرها مشان نرسم لكم إياها. أنا في عنا منطقة، هاي المنطقة اللي بتشبه بنسميها زي البترفلاي، هاي المنطقة بنسميها posterior palatal seal region area. ليه بنسميها هيك؟ لأن هي المنطقة اللي الطقم الأسنان دي ينتهي عندها، تمام؟ ليه لازم ينتهي عندها؟ حكينا لأنه هاي المنطقة إلها خصائص معينة ورح نحكي عنها لبعدين، هاي الخصائص بيخلي الطقم الأسنان يأخذ منها دعامة. الشغلة الثانية إنه امتداد الطقم بس لعندها مع حركة الطقم ما رح يوقع، أما إذا تعداها رح يوقع الطقم الأسنان. وحكينا ممكن يصير عند البيشنت شوية غثيان بسبب إنه المريض رح يحس الطقم داخل كتير لسقف حلقه، فهي where posterior extension of denture has to stop، وين بالضبط أنا لازم أمد الطقم تاعي، تمام؟ detecting بالهاميلر نوتش وبالفوفيا بلاتاين. الهاميلر نوتش أورجيكم إياه، هي رقم 8 والفوفيا رقم 10، خلينا نشوفهم هون. هاي رقم 8، شايفين هاي المنطقة اللي آخر إشي، هاي بسميها هاميولر نوتش، بتكون موجودة على المجزلة. ورقم 10 بيكون في عندكم هيك زي خط هيك دورتين، هاي بسموها الفوفيا بلاتاين. هدول لاند مارك لحدود البستير بلاتل، هون بتيجي البستيرر هيك بمشي من هون، تمام؟ وبيجي لحظة ارجع ارسم لكم هيك، فبيكون عندنا حدوده اللاند مارك التنتين الفوفيا بلاتاين والهاميولر نوتش، هدول هم اللاند مارك تعون البستير بلاتل سيل اريا اللي هي المنطقة اللي لازم ينتهي انا عندها الدنشر تاعي، تمام؟ وعندنا هون هي الفوفيا بلاتاين اللي حكيت لكم عنها، هي مش حكيت لكم بيكون شكلها زي هيك دورتين على سقف حلق المريض، هيك اشي هيك دورتين نفخين. هدول ايش هم عبارة عن الدكت تعون الماينر سيلفري جلاند اوبن، يعني هون دكت وهاي دكت. بحكوا لكم إنه 70% من المرضى بلاقيهم و25% من المرضى ما بيكونوا موجودين، تمام؟ فهي عبارة كنا نحكي إنه هي لاند مارك
أنا بقدر من خلالها أعرف وين حدود البوستر بلاتا السريري، بس في 25% من المرضى ما بيكون موجودات عندها. كيف ممكن نستدل؟ طيب نحكي حدود الدنشر تاعي، الهاميولر نوتش موجودة عند كل الناس، أنا بحط الهاميولر نوتش وبروح قدامه، بحط قدامه 2 ملي هيك خط وبرسم زي بترفلاي كأني رسمت المنطقة تاعتي. رح أورجيكم هلأ كيف بالضبط إحنا بنحددها. extra information عم بيحكي لنا border seal means، شو يعني border seal؟ يعني the contact of denture border with underlying or adjacent tissue to prevent the passage of air or other substance. هي border seal يعني حدود الطقم تاعتي وأطرافه اللي لازم تكون contact 100%. تمام، هاي الطقم تاعي بس يجي يقعد بده يكون كونتاكت مع كل الحواف، قاعد كله على صفتي شو تعون المريض، ما بدنا لا يدخل لا هواء ولا يدخل اكل تحتي. ولا اذا بيصير يدخل هواء واكل وقتها المريض رح يصير يعاني من ليجن صارت ليه، بيصير الاكل يدخل يحشر جوا، فبيصير كل ثانيه بده يشلحها وينظف تحتيه، بيصير في عنا تكون فطريات واشياء ومشاكل كتير بتصير عند المرضى. في عنا attached mucosa support وفي عنا unattached mucosa support، منطقتين هيهم هدول. خلينا نحكي شو هم. attached mucosa هي بتعطيني support زي مين؟ زي residual ridge. residual ridge حكينا البون تاعه، هدول بسموه attached mucosa support، هدول بيكونوا مغطيين اصلا بميوكوزا بيكون attached فبيعطونا support منيح. أما الـ unattached mucosa gives the border seal، هي اللي بتعطينا border seal، هاي الحواف. تمام، الحواف بتعطينا border seal اللي بيجي الطقم كونتاكت عليها 100% لا بيدخل هواء ولا بيصير يدخل اشياء. ليه؟ لانه because the unattached mucosa moves when we eat and talk، so if you denture was sitting on it denture will also move. تمام، cannot be reliable source of support. فمشان هيك الان attached حكينا هي اللي بيكون فياتها هي حدود اللي بيقعد عليها الدنشر وبيكون كونتاكت معها 100% مشان ما يدخل، ولما يصير في حركة او اي اشي بيصير عادي يتحرك معها. اما اللي هون الاشياء اللي attached بتكون قاعدة بالضبط وبتكون support منيح تكون ما بتتحرك، هاي بتعطي سبورت كويس للدينشر تاعي. So denture doesn't extend to the unattached mucosa. حكينا احنا وين ال unattached mucosa، خليني بس اوضحها هون. حكينا هاي ال unattached اللي هي الاشياء اللي هون اللي عم تتحرك شوية. انا باجي هون الدينشر تاعي بكون كونتاكت بس مش جاي عليها 100% مشان هي حكينا انها هي بتتحرك وهي الامور. فاذا اجت على الدنشر تاعي اجى عليها وهي عم تتحرك بصير الطقم تاعي يوقع. فاي ان اتاجت ميكوزا بتكون موبايل عم تتحرك، انا تاعي دنشر بيكون على الجزء اللي ما بيتحرك بس بيكون كونتاكت 100% عليه. تمام، والاتاجت هي اللي بتعطينا السبورت تاع الدنشر. تمام، لأنها بتكون فيكست قاعدة بمكانها ما بتتحرك. تمام، تذكروا حكينا هاي على الدنشر، هاي هي البكل نوتش اللي احنا حكينا عنها بتيجي زي الحفرة، هاي نسميها البكل نوتش. في عنا حكينا الليبيال نوتش هون بتكون هيك على جهة الليبيال بس وبيكمل الطقم. الليبيال نوتش بيكون شوي نارو أكتر من البكل نوتش. ليه؟ لانه البكل نوتش اول اشي بتكون affected من تو مصل، الباكسينيتر بوستيريوري والاوربيكاليس اورس اورس انتيريوري. فبيكون في عنا هون تو مصل عم بيكونوا affected بهاي المنطقة، فبتكون وايدر هذا النوتش لانه بس يجي تتحرك هدول العضلتين بدهم مساحة اكبر مشان يقدر يتحركوا فيهم. اما الليبيال نوتش لا بتكون بس موصل واحدة، فبالتالي بتكون لو نقارن النوتش تحت الليبيال مع البكل بتكون البكل
وايدر اكتر. تمام، هلأ إحنا حكينا إنه الـ stress bearing area صنفناها لـ primary و secondary، وحكينا إنه الـ primary هي المناطق اللي ما بتتغير، ما بيصير فيها تلزوم، بتكون الـ occlusal force عليها perpendicular 100%، عشان هيك سميناها primary. مين طب أنا عندي بالـ structure هدول اللي حكيتهم بيكونوا primary؟ اللي هم الـ hard pellet. الـ hard pellet ليه؟ أو إيش الـ hard pellet flat؟ بالضبط، ما بتغير، ما بيصير له لا resorption ولا بيصير له change مع العمر. الهارد بلت ثابت وبيكون فيكس دائما، تمام، وبتيجي عليه الفورس دائما لانه فلات، فاي فورس بتيجي عليه بيربنديكولر، لهيك بنسميه اي. مشان هيك لما نيجي نحكي لكم شو البرايمري ستريس بيرنج اريا في المجزلة، اول واحد هو الهارد بلت. طيب شو السكندري؟ السكندري في عنا الاثنين، الروجي والريزيدوال ريدج. الريزيدوال ريدج حكينا البون، والروجي هذا اورجيكم اياهم بالصوره. الروجي هدول شايفين هدول رفنس اللي بيكونوا هون، هدول هم الروجي. كبر الصورة أورجيكم إياها. حلو، هدول زي فولد هيك أشياء تكون عندي على الهارد بلد، هدول نسميها روجي، هدول بيكونوا secondary stress bearing area. تمام، شوية ميلين أسطحهم، شفتوا لأنهم زي فولد، فلما تيجي عليهم فورس شوي ما بتيجي بيربنديكولر، وبصير لهم شوي ريزوربشن، بصير لهم شوي شينجل. هم والريزيديوال ريدج، هي الريزيديوال ريدج تاعي، وهدول الروجي، هدول السكندري ستريس بيرنج اريا. أما الهارد بلد تاعي لا، فيكس دايما، فهاد عبارة عن برايمري ستريس بيرنج اريا. فهذا البوكس كتير مهم وبينسأل عنه دائما، بيجي بقول لكم شو البرايمري ستريس بيرنج اريا في المكسيلا وشو السكندري، فلازم تحفظوهم. البريفرال حكينا النوع الثاني احنا من الفيتنج سيرفيس، مش حكينا اول واحد السبورتنج او الستريس بيرنج اريا، وحكينا بانواعه البرايمري والسكندري. هلا النوع الثاني اللي هو مش النقطه الثانيه من الفيتنج سيرفيس، هي البريفرال او الليميتنج، حكينا هي وين ما لازم الطقم ينتهي، وحكينا عن اشي اسمه بوستيرو بلاتال سيل اريا اللي هي وين ما بنتهي عندها الدنشر. طب كيف نحدد هاي؟ مش حكيت لكم بيجي شكلها زي هيك الباتر فلاي؟ طب كيف نحددها؟ يعني كيف نحدد هاي المناطق؟ حكينا في عنا تو لاند مارك، حكينا الهاميولر نوتش تاعنا والفوبيا، صح؟ هدول اللاند مارك حكينا نقدر نحدد من خلالها. هلا الخط البوستيري انا برسمه، هاد بنسميه فايبريشن لاين. ليه اسمه فايبريشن لاين؟ لانه هو خط vibrating line، هو خط، هو عبارة عن هو where the denture، هو where the denture، لحظة، هو where the denture ends. We have two vibrating lines anterior and posterior. We use the posterior one to determine the posterior limitation of the denture. وحكينا احنا كيف بنعين بوستيرير لاين. هيا بجيب انا حدود الهاميلر نوتش تاعتي وبرسم عليها خط، تمام، هذا الخط هو عبارة عن بوستيرير فايبريتنج لاين، تمام، وهو عبارة عن خط بيجي بين شغلتين، الموفابل والنون موفابل بارت على السوفت بلت. السوفت بلت هاي السوفت بلت، انا عندي هاي الهارد بلت وهون هاي السوفت بلت. على السوفت بلت عندي منطقتين، منطقه مع الهارد بلت بتكون نون يعني ما بتتحرك، وحده لا موفابل بتتحرك. اوكي، هلا الخط اللي بيكون بين الموفابل والنون موفابل على السوفت تيشو هو نفسه هذا الفايبريتنج لاين انا دي ارسمه. كيف انا برسمه على داخل تم المريض؟ بحكي للمريض يحكي بصوت عالي ويكررها، بجيب انا البنسل تاعي
وببلش أرسم وين النقطة بتصير أنتوا تتفرجوا، في منطقة بتتحرك ومنطقة ما بتتحرك على السوفت بلد، وبتبلشوا تحطوا نقاط على كل نهاية منطقة ما بتتحرك مع بداية منطقة بتتحرك. هاي بنسميها الفايبريتنج لاين، وبترسموا خط. يعني أنا باجي بحكي مريض احكي بصير أعمل هيك نقاط، بصير أعمل هون نقطة هون نقطة هون نقطة هون نقطة، وبخليه يعيد لبين ما أنا أحس إنه هاي ما بتتحرك. بعدين بوصل بيناتهم، لما أوصل بيناتهم بعرف إنه هذا اللي بصير الفايبريتنج لاين اللي وين لازم ينتهي الدنشر عندي، لأنه إذا الدنشر تعدى المنطقة وراع الموفابل بورد خلص رح يصير كل ما يحكي البيشنت يوقع الطائم. تمام، بيكون شكلها زي البترفلاي، أنا باجي برسمها زي شكل الفراشة. هلا according to ZARB أول text box بيحكوا لك إذا أنت ما عرفتنا الفابيا بلاتاين، أو خلينا نحكي أنتم مرات أنا قلت لكم في 25% من الناس ما عندهم هاي الفابيا بلاتاين، أو متى عندكم إياها، أنتم لما ترسموا خط ال vibrating line وهي عندنا الفابيا بيكون المسافة بيناتهم 2 ملي، ارسموا تكملة البترفلاي بتصير عندكم هاي شكل البترفلاي تاعنا. تمام، when you used impression compound it produced slightly extended impression so the functional depth and the width of the sulcus is not accurate 100%. هاي اشي كتير مهم كمان. هلا احنا عرفنا الدنشر وين بنتهي من وراء، طب من الجوانب وين لازم انا احط الطائم تاعي؟ بيكون في عندي خطين، في عندي إيش اسمه full depth of sulcus وبيكون في عندنا إيش اسمه functional depth. شو الفرق بيناتهم؟ الfull depth هو الخط اللي أنا بحدده على كل حواف الكاس تاعي، تقديريا بطلع عن هذا الخط اللي أنا رسمته هلأ باللون الأخضر بطلع 2 ملي لفوق. تمام، برسم خط تاني، التاني بنسميه الفانكشنال ديب. ليه؟ لانه انا الامبريشن كومباوند تاعتي من لحالها شيء بتتمدد، فانا لو ما رسمت الفانكشن ديب وخليت الامبريشن كومباوند او الدنشر تاعي ينتهي لهون، الامبريشن لما اجي احطها بتتمدد شوي، فبتكون وصلت لي على ايش الفول ديب، فبتوصل على الفول ديب اي حركه بصير الطقم يوقع. فمشان هيك انا ما بدي اياها توصل للفول ديب الطقم تاعي، بدي اياها يوصل الفانكشنال ديب. تمام، فمشان هيك أنا باجي أول ما أجيب الكاس تاعي برسم هذا الخط الأخضر، بيجي بمشي فيه على الحواف. بعد هيك شوفوا صار في عنا خطين هون، إذا بتلاحظ هاي في خط وهي هون في خط. الخط تقديري أنا عن الخط الأول اللي رسمته هذا اللي تحت، خليني أحطه باللون الأخضر، هاد في خط هاي رسمته هذا الخط الأخضر اللي تحت، باجي أنا بعد ما أرسمه تقديريا بطلع 2 ملي عنه وبرسم الخط الأحمر، المسافة بيناتهم حكينا 2 ملي. الخط الأخضر بسميه الفول ويث أوف سلكس. تمام، أما الخط الأحمر تاعي بسميه شو؟ بسميه الفانكشنال. ليه فانكشنال؟ لأنه هون أنا بدي الدنشر تاعي يكون بالضبط عليه، إذا امتد الدنشر تاعي للخط الأخضر بصير المريض أي حركة أي حكي يوقع، فأنا بدي إياه يوصل للخط الأحمر. لهيك أول ما تأخذ الكاست تاعتكم بعد ما إنه نأخذ طبعة ونعمل منه كاست، بروح برسم الخط الأخضر، بعدين بطلع عنه باتنين ملي وبرسم الخط الأحمر. لما أعمل سبيشال تري لازم حدود سبيشال تري تكون على الخط الأحمر اللي بنسميه الفانكشنال ديبث. تمام، هاي كتير مهمة. ليه؟ لأنه حكينا أصلا إمبريشن كومباوند لما أجي بدي أخدها هي لحالة فيسكوسيتي تاعتها كتير عالية، فبتدفش التشو وبتمتد، فلما تمتد بتصير واصل الخط الأخضر. فأنا لما أخذ السبيشال تري تاعتي بدي اجي اعملها، ما بدي اعملها حدود الخط الاخضر، لا بدي اعملها حدود الخط الاحمر مشان الطقم تاعي ما يوقع.
هلا بدنا نيجي نحكي عن شوية. مرات بيجين المريض ما بيكون والله شوية جوا تمه كل شيء مزبوط وآكيوريت 100% وكل شيء جاهز وفي عنده عظم منيح وهيك. لا، كل مريض بيجي إله حالته الخاصة، في إشي بيجي العظم كتير صاير له امتصاص، في ناس بتيجي حكينا بيكون في عنده بعض الأبنورماليتي المشاكل وهيك. واحدة منهم إنه ممكن يجي عندي المريض عنده abnormal enlargement of maxillary tuberosity. maxillary tuberosity هاي اللي بتكون آخر إشي اللي وين بتكون الثيرد مولر، عظم الثيرد مولر قاعد هناك، بس يصير extraction للثيرد مولر كل الأسنان. العظم اللي هناك بنسميها tuberosity، تمام؟ بتكون بون. مرات بيكون البيشنت عنده انلارجمنت كتير كبير فيها، بحيث انه من قلع بين الابر المجزلة وبين المانتبل ما فيها السبيس، لانه العظمة كتير بروميننت، تكون كتير انلارجمنت هيك تضخم فيها. ولما يعني تتخيلوا انت بدي احط انا هون طقم وفوق بدي احط طقم، طب فوق الطقم بدي احطه على العظم كتير واضحة، والطقم اللي تحت شو رح يصير؟ رح يصير يخبط الطقم اللي فوق واللي تحت مع بعض، ما في عندي مساحة كافية بين الفك العلوي السفلي بسبب هاي enlargement في التبرزتي. ممكن نحول المريض للسيرجري، يروح يعمل لنا شوية سيرجيكال، نوديه عند الأخصائي جراحة وقل له حفل له شيء من هاي البون، بيفتحوا soft tissue، بيفتحوا التشل عليها وبيحفوا شيء من بون وبيرجع، نستنى يصير في التئام ويرجع للمريض. فهاي واحدة من الأبنورماليتي ممكن ألاقيها أنا عند البيشنت، بيكون في عنا صاير ليميتد أصلاً سبيس بين البوستيريوري بين الفك العلوي السفلي، لأنه هاي العظمة تكون كتير مبينة كبيرة، تمام؟ إيش المشاكل تاني ممكن يجيني فيها المريض؟ يكون في عنده تورس بلاتانس، بتكون عبارة عن إكسس بون، بون الزيادة انوجدت هيك. 20% من الناس بيكون عندهم هاي الشغلة، إشي خلقي يعني عادي، عظم زيادة بيكون متكون بنظبط نص في الهارد بلد جاي على الميد لاين بالظبط، تمام؟ هذا العظم الزيادة ممكن طبعا رح يصير في عنا لما اجي احط الدنشر بعمل لي شو يعني، ما رح يقعد الدنشر عليه، رح يكون زي بلج هيك اشي كبير عظم، فتتخيل كيف الدنشر يقعد يعني عليه هذا البلج الكبير. فممكن نودي المريض نفس الشيء انه يروح على السيرجري ويشيل لي اياها، يحف لي اياها مشان انا اقدر اعمل الدنشر تاعي. اكسترا انفورميشن كتير مهمه انه البوني اكستوسيس، هاي بنسموه يعني اكستوسيس يعني اكسس من البون عندي اياه، مين اكسترا جروث من البون ذات اكستند اوتورد فروم ذا الاكسستينج بون، يعني العظم الطبيعي بيكون هو طالع هيك لبرا نتيجه اكسترا جروث من البون بس مش أكتر. بس أنا عم بحكي لكم عن بعض الأبنورماليتي ممكن تلاقوها عند المريض، ليك مش كل مريض بيجيني على العياد بيكون جاهز ويلا نعمل له دينشر، لا، في عنا مرضى بيحتاجوا أنه نعمل لهم شوية تعديلات. ممكن يجي حكي البوريزيتي تكون عنده فيها انلارج من تضخم، ممكن عنده تورس بلاتاين، عنده اكسس من البون، عنده على الهارد بلت، تمام. هون كمان شغلة بدنا نحكي عن شوية أناتومي. في عنا مناطق كتير مهمة، في عنا هاي حكينا عنها المجزيلر تبريزيتين موجودة عنا على المجزيلا بون بتكون بوستيريري، وفي عنا مقابلها في المانديبل يسموها التريجو مانديبولر ريترومولر باد اريا، سوري بسموها ريترومولر باد اريا، وهون بسموها المجزيلر تبريزيتين نقطة A. هي هن أكتر بوستيريور بون موجودين على المجزلة والمانديبل، وبيكون في خط واصل بيناتهم، هاي الخط هذا الواصل بيناتهم بنسميه تريجو مانديبولار راف، هيك اسمه. هدول لاند مارك أناتومي، ممكن يجيبوا لكم هاي الصورة يحطوا لكم A و B C H A H B H C، يعني بس هيك اعرفوهم كتير مهمات، هدول ستراكشر كتير مهمات. هلأ في عنا كمان هون بعض الستركشر زي الجريتر بلاتاين فوريمن احنا بنعرفها، زي هون هيها الفوريمن بيطلع منها الجريتر بلاتاين نيرف، تمام. وفي عندك انسايزابابيلا اللي حكينا عنها بيطلع منها النيرف نفس الشيء اللي بغذي البلاتال جنجفا تاعت الانتيريتي.
وفي عنا نفس الشيء هاي انسايزر حكينا عنها البابيلا اللي بيطلع منها النيزو بالاتاين نيرف والسفينو بالاتاين ارتري بيكونوا ران ثرو الانسايزر فوريمن. It is important to not accept any kind of pressure on these foramen when making a denture to avoid numbness. حكينا احنا ليه مهم نعرف هاي الفوريمن وهون في عنا ارتل ونيرف عم بيطلعوا، لانه لما اعمل الدنشر تاعي ما بصير الدنشر تاعي يكون ضاغط عليهم، لانه هدول فيهم اعصاب وفيهم شرايين عم تطلع منهم، اذا انا ضغطت عليهم بصير المريض يحس في نمنس في خدران مرات. زي ما حكينا انه في عنا اناتوميكال لاند مارك في الماء في الماكزيلا، في عنا اناتوميكال لاند مارك في اللور ارتش، نفس الشيء في عنا في المانديبل وفي المانديبل دينشر، وكل واحدة كيف بيقابلها. نفس الشيء الارقام من 1 ل 14 لازم تعرفوهم وتعرفوا كل منطقه وشو اسمها، تمام. هاي الصور انا اخذتهم من صور السلايدات، ممكن كمان اذا مش واضحين اكثر تفتحوا صور الكتاب تشوفوهم اكثر، لانه مريتا بيسالوا عنهم كثير خصوصا في اللاب امتحانات اللابات، ممكن حتى في امتحاناتكم الثيوري يجيبوا لكم صوره وعليها رقم ايش بدل هذا الرقم. وزي ما حكينا انه في عنا الفيتنج سيرفيس، مش حكينا هو السيرفيس اللي يقعد عليه الدنشر، زي ما في الماكسيلا في المانديبل، وزي ما حكينا في برايمري ستريس بيرنج اريا في الماكسيلا اللي هو الهارد بلات، في عنا في المانديبولر في المانديبل بنسميه البكل شلف. البكل شلف هي اللي هو رقمه، خلينا نشوف رقمه 14، وين رقم 14؟ هي هذه المنطقه هي البكل شلف. هاي المنطقة هي البرايمري ستريس بيرنج اريا، هي المنطقة اللي ما بتتغير مع الوقت، ما بصير فيها ريتراكشن، بيكون الفورس عليها بربنديكولر، فهاي المنطقة هي اللي بتعطي سبورت كتير كويس للدنشر عنا في اللور. وفي عنا نفس الشيء سكندري، السكندري في اللور اللي هو نفس اللي في الابر، ريزيدوال ريدج، دائما ريزيدوال ريدج احفظوها هي السكندري ستريس بيرنج اريا في المكزيلا وفي المانديبل، تمام. وحكينا مواصفات البرايمري بتكون فلات بيربنديكولار الفورس عليها. خلينا نحكي هون البكل شلف is a cortical bone so it can be withstand مع الفورس. يعني cortical يعني بيكون البون تاعه مش سبونجي، لا cortical بيكون كله hard bone، تمام، فمشان هيك بتتحمل فورس كتير عالية. الباكسيناتور فايبرز بتكون parallel مع البوردرز، حكينا نفس الشيء احنا لازم ناخذ بعين الاعتبار اي نيرف اي فايبرز اي شيء بيمر بهاي المنطقه انه الدنشر ما يكون ضغط عليها مشان ما يصير في عنا مشاكل عند المريض. هاد عنا البون تحت المانديبل، هون الكرونويد بروسيس، في عنا هون هي البكل شلف، شوفوا موقعها هي على البون، عشان هيك بتكون فلات بون كورتيكال بون كلها هارد، تمام. في عنا هون المينتال فوريمن، المينتال فوريمن اللي بتكون بين الفيرست والسكند بريمولر، صح، اللي بيكون طالع منها المينتال نيرف. وفي عنا اشي اسمها الجينيال توبيركل، هاي كتير مهمة، بتكون هاي اللينجوال على البون تحت المانديبل، هاي كمان ممكن كتير يسألوا عنها، هاي الجينيال توبيركل بحددوا لكم عليها حرف وبقول لكم شو هاي المنطقة. تعالوا نتفرج هون نفس الشيء، هاي البكل شلف، وهون هاي صورة من الكتاب نفس الشيء، هاي المانديبل وهاي المانديبولر دينشر، فلازم تشوفوا هاي المانديبولر دينشر وهي عندكم هون المانديبل نفسها، مش كاتبين عنها بس هيا لازم تبلشوا تتفرجوا على الارقام كل رقم وايش بدول، سواء كان في المانديبل او المانديبيو دنجر، حكينا شوي في اختلاف بالاسماء بس بدلوا على بعض. يعني تمام الريترومولر باد اريا، او خلينا نحكي الريترومولر فوسا والريترومولر باد اريا اتاشت، هيها خلينا نورجيكم اياها، ورجيتكم اياها فوق انا الريترومولر باد اريا، هاي المنطقة اللي بتكون على الريدج هيك بوستيريوري في المانديبل، هاي المنطقة بيسموها ريترومولر باد اريا.
عندك كمان الريترو مايلوهيويد إيمينانس ريبريزنت لريترو مايلويد فوسا. عندنا اللينجوال فرانج، لينجوال فرانج هون دي يجي اللي هو حدود الدنشر على جهة اللينجوال. في عنده تحته المايلوهيويد مصل اللي هي لما يصير في عندنا كونتراكشن لهاي المصل gives اللينجوال فرانج. عشان هيك احنا بس اجي احط الدنشر، مش الدنشر، خليني ارسم لكم اياه بلون تاني. الدنشر يقعد هون صح، هيك هاي الدنشر هيك بيجي على المانديبل. هاي المنطقة اللي ورا هاي بسموها اللينجوال فلانش تاعت الدنشر. بالضبط تحتها بيكون في عنا المايلوهيويد مصل. هاي المصل لما يصير لها كونتراكشن بتصير هذا اللينجوال فلانش بتحسوا بيطلع لبرا، فانت بتشوفوه لانه بتصير تتحرك العضلة تحته. بيحكوا لكم الباكسينيتر مصل ما بتاثر على الدنشر because the insertion fibers بتكون تاعتها parallel مع الدنشر. يعني بيكون الدنشر هيك ماشي والفايبرز عن باكسينيتر ماشي معها، فمشان هيك الدنشر ما بياثر لي على الباكسينيتر. فالباكسينيتر مصل شو ما تحركت الدنشر تاعي ما بياثر عليها، ما بيكون في لهم افكت على بعض. المسيتريك مصل فايبر attached almost perpendicular with the lower arch from upper border of the cheek to the lower border of it. So it affect only on the distobuccal area. المسيتريك notch. يعني لازم تعرفوا كل مصل وين بتكون بالضبط عند حدود البوردر تاعتها. هاي المسيتريك notch. هون المسيتريك notch. هون أنا لازم أكون حريصة بس أجي أعمل الدنشر تاعي. المسيتريك نوتش تاعتي بتكون لا بيربنديكولر مع الدنشر، فانا ما بدي الدنشر يكون مثلا متعديها ولا اي شيء، مشان ما يصير في عندنا حركه في المسيتريك مصل ما يصير في عندنا حركه في الدنشر تاعي. تمام. اللور ارتش ليه حكينا شيء اللور ارتش بيجوا شيء صعوبه فياته؟ لانه كتير في عندنا التانج، والتانج كتير بيكون بيعطي فورس كبيره. اوكي، لهيك احنا يعني اللور دينشر بيكون مور كومبليكيتد اكثر من الابر دينشر، لانه بيكون في عنا تانج ومصل كتير عنا تحت ممكن يتاثر، فالتانج بياثر لنا على الستابيليتي والريتينشن تاع الدينشر تاعي. ولهيك احنا من نيجي ناخذ طبعات كتير مهم ناخذ حركات اللسان. اصير احكي للبيشن طلع لسانك لبرا، ارفعه لفوق، احركه يمين يسار، مشان الدنشر تاعي لما اعمل الطقم ما يخبط باي منطقه، او لما يحرك المريض لسانه لاي جهه ما يصير في حركه عندي في الطقم. الاس شيبد فورمد باي ريترو مايلوهيويد فوسا اند المايلوهيويد مصل. خلينا نشوفه. هون في عنا المايلوهيويد هدول، شوف عامل لي اللي زي الاس شيب. هي الاس فورم بتكون شيب اللي هي بتكون معموله من الريترو مايلوهيويد فوسا والريترو مايلوهيويد مصل. يعني هدول بس شيء لاند مارك اناتومي، بس بيسالوا عنهم يعني كثيوري مش اكتر، ما بجيب عليهم اسئله كثيره. وهون رجعنا نحكي عن هاي الاشياء دائما. هون شوفوا جايبين لنا المانديبل بس من ورا، يعني من جهة اللينجوال. فالهي اللي هون رقمها بي هي الجينيال توبيركل. حكيت لكم بيجيبوا كتير عنها ممكن أسئلة في السنوات، بس بحيعددوا لكم الحرف وبيجيبوا لكم إيش بدول. بتكون جينيال توبيركل بس بطلبوا منكم. الأي هي الريزيدوال ريج تاعي، والريد لاين شايفين هاي الريد لاين هون، هذا الريد لاين الرسمينه هو المايلوهيويد ريج وير مايلوهيويد مصل التاج. هيو هذا الخط. فهاي المحاضرة كتير فيها زي اناتومي، بسكم تحفظوا بعض اللاند ماركس، النقاط، كل دينشر والمانديبل المجزلة شفياتهم. زي ما حكينا انه احنا في عنا تفرجوا الابر ارتش you can't see the residual ridge هون بالصورة. هلا هون جاي يحكي لي انه
remember that it's secondary stress bearing area. حكينا residual ridge سواء كان حتى في ال upper أو في ال lower. هو دائما residual ridge بيكون secondary stress bearing area. حكينا ليه؟ because the dimension تاعه بيصير فياته resorption. وحكينا أي شيء بيصير فياته شوية change resorption ما بيكون perpendicular مع ال force بنسميه secondary. كيف بنعمل له examination؟ تفرجوا بيجيبوا عنا زي two cotton وبصيروا شوية يضغطوا عليها يشوفوا إذا في عنا أي soft tissue عليها موبايل عم تتحرك أشياء زي هيك. لأنه مثلا إذا كان في عنا هيك excess من soft tissue هون هيك بتحسوها عم تتحرك ممكن إنه أعمل طريقة تانية من الإمبريشن. ما بعمل الإمبريشن العادية ممكن هيك الإمبريشن تاعتي أفتح في التري تاعتي زي ويندو هيك زي شباك عليها وآخذ بقية الشكل بطبعة وهدول أحولهم لطبعة تانية. تمام؟ يعني بنسميه إحنا specific أو certain impression technique بنحكي عنهم لبعدين بيكون إلها محاضرات تانية. بس للتوضيح إنه إحنا كيف بنفحص الresidual ridge في المكزيلا هاد إحنا بالعادة يعني أنتوا مسموحين حتى تشتغلوهم بسنة رابعة إنه يكونوا ما فيات إشي موبايل بتحرك أي إشي لا يكون الريتش فيكس السوفتش عليه ما بتتحرك ولا إشي هيك بسمحوا لكم تبلشوا شغل على طول. إذا صار في عنا لا في سوفتش عم تتحرك أشياء تانية ممكن تحولوهم دراسات عليا تحولوهم لطلاب سنة خامسة وغيرها. هاي الفيجر نفس الشيء رجعنا حكينا عن التورس بلاتينز بتكون عنا على البلات وممكن تكون يعني تروماتيك اكستراكشن لازم يعني نعمل احنا بيفور الميكينج كومبليت دينشر نتعامل مع هاي الاكسس من البون لانه ما رح يزبط يقعد الدينشر عليه اذا كانت كتير كبيرة وهيك. تمام؟ هلأ في اللور دينشر نفس الشيء كيف بنفحصه بنجيب قطعتين من الكوتون نفس الشيء نتأكد إنه ما في أي إشي موبايل إشي سوفت إشي زي هيك لأنه بصير في إله تكنيك تاني من الإمبريشن. إذا كان أموره تمام نأخذ الطبعة على طول. نفس الإشي بيكون في عنا إكسس من البون في المانديبولر وين بيجوا هدول بنسميهم المانديبولر تراز بيكونوا عبارة عن بايلاترال. أوكي دائما المانديبولر تراز بيكون بايلاترال بيكون بمنطقة البريمولر اريا وين مكان اسنان البريمولر هناك بيكونوا. تمام؟ في ناس كتير لو هلا يفحصوا حالهم ممكن يلاقوهم في ناس بيكون حجمهم كبير ناس حجمهم صغير بتراوح احجامهم بين الناس. تعالي تفرجوا هاي الصوره. هاي الصوره البيكتشر بتبين لنا السبلينجوال جلاند السبلينجوال جلاند and its relation مع المايلوهايويد مسل. تذكروا حكينا في هون زي هيك هذا اللاين اللي كان باللون الريد في الصورة اللي قبل حكينا وين المايلوهايويد مسل بيصير لها اتاتشمنت وفي عندنا هون هدول بي وايه اللي محدد لكم عليهم هي سبلينجوال جلاند وين مكانها والسي اللي هي المايلوهايويد ريدج. بوضح لكم علاقتهم ببعض ليه لانه المسل والجلاند لما المسل تيجي تتحرك هاي الجلاند بترتفع مكانها. ليه؟ لأنه أي مصل بتتحرك بصير لها contraction يعني تنكمش شوية فاعرفوا إنه أي structure جنبها بده ترفعه لفوق. فهاي الفيجر يمكن شفناها من قبل. هاي الفيجر represents the bone resorption that occur in the residual ridge. بتوضح لنا بأول صورة هاي الصورة عنا الأسنان قعدات بسوكت وبون. بالصورة هاي انخلعوا الأسنان تفرجوا مراحل كيف العظم بمتص بصير يقل حجم العظم فهذا إشي طبيعي. فالأبر أرج بيكون عنده مور ريزوربشن ليبيالي وبكالي. تمام؟ فبنلاحظ إنه الأبر أرج بيصير حجمه كأنه سمول اما اللور ارج بيكون الريزوربشن مور لينجوالي فبيبين حجم اللينجوال ارج وايدر. لما تيجي تشوف مريض ما عنده ولا سن اذا في حدا من سيدك ستك موجودين قدامكم وما عندهم ولا سن او مركبين طقم شيلوا الطقم الاسنان وتفرجوا عندهم كيف بيكون. بيكون عندهم الابر ارج بسبب عندنا الريزوربشن تاعه صاير اكثر في الابر ليبيالي بيكون حجم الابر ارش مبين كتير صغير
أما اللور بيصير وايدر، فبتصيروا تحسوا إنه المريض فكه السفلي، العظم في فكه السفلي كتير وايدر واسعين، أما فكه العلوي كتير صغار. فهذا إشي طبيعي وفيسيولوجي بيصير عنا لما الشخص يفقد أسنانه، كي بيصير الريزوربشن في الأور واللور أرتش. هنا هذا الحكي بوضح لكم إياه بهاي الصورة. هاي الصورة حكينا إحنا في عنا المايلوهيويد مصل. المايلوهيويد مصل لما ترتبط بالمانديبل بون بشكل مش مستقيم، يعني ما بيكون هيك خط وهيك الفايبر تعون المصل ماسكين معها بخط مستقيم، لا بتكون ماسكة مع المانديبل بخط يعني زي هيك، زي كأنكم كم ترسموا حرف رقم 7، يعني المنطقة الانتيريور منه بتكون، خليني أحطها بلون تاني، منطقة الانتيريور منه بتكون نازلة تحت، منطقة البصير منه بتكون طالعة لفوق، يعني عامل هيك شحطة زي هاي، مش هيك مش شكل مستقيم، تمام؟ هيك بترتبط المايلوهيويد مصل في المانديبل. فخلينا نشوف هون محددنا هون رقم A وB وC وD، ورجينا إنه هاي المصل عند رقم A بتكون جاي انفيدر، عند B أقرب ل A، C أقرب ل B، D أقرب ل C. أوطى نقطة فيهم A وأعلى نقطة فيهم D، هيك بتكون مرتبطة المايلوهيويد مصل مع المانديبل. فبيجي بحكوا لكم لما يصير في عنا contraction، يعني تتحرك هاي العضلة، هاي العضلة بدها تنضغط، صح؟ هيك بدها تصير، أحط لكم إياها بلون تاني، مش هي بتكون هيك stretch ممدودة العضلة، بدها تنضغط، يعني بدها تفوت هيك لجوه، تصير بدل هالقد طولها بصير هالقد طول المصل. لما تنضغط المانديبل رح يرفع لفوق، رح ترفع المانديبل لفوق، فهل حركة المايلوهيويد مصل لما يصير لها contraction رح يصير upward، when مايلوهيويد مصل contract تعمل pulse للفلور of the mouth يصير لها upward، يرتفع الفلور تاع الماوث لفوق، تمام؟ شرحت أنا هذا الحكي الموجود هنا من خلال الصورة، كيف A و B C و D، إنه أوطى نقطة بتكون A، أعلى نقطة بتكون فيهم D، هيك بتكون مرتبطة المايلوهيويد مصل مع المانديبل. فلما يصير في كونتراكت لهاي العضلة يعني تنكمش، بتلاقي الفلور تاع الماوث بطلع لفوق، تمام؟ هون حطيت أسئلة سنوات، رح تلاحظوا إنه أسئلة كتير سهلة وكتير يعني زي الأناتومي، يعني إذا بتحفظوا هاي المحاضرة بالضبط بتجاوبوا كل أسئلتها. وهيك بكون أنا خلصت اليوم المحاضرة، ما بدي أطولها عليكم أكتر، يعطيكم ألف عافية.